نعم، الكل طبعا في انتظار ما سيحمله وزير الخارجية اللبناني إلى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في الكويت يوم غد، ربما تسلم هذه الرسالة اليوم لاجتماع ربما مصغر لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. الاجتماع طبعا ما تحمله لبنان هو مهم جدا. هل الحكومة اللبنانية مستعدة لتلبية المطالب التي قدمتها الكويت كمبادرة لفتح يعني لمحاولة إعادة لبنان إلى الرحم العربي، إلى الحاضنة العربية من خلال يعني تعهد لبنان بأن لا تكون لبنان يعني مصدرا للعدوان اللفظي أو الفعلي على الدول المحيط، على الدول العربية وخاصة دول الخليج، وأيضا أن تقوم الحكومة اللبنانية بالسيطرة على الحدود لكي تمنع وصول أو تمنع تجارة المخدرات من أن تدمر الدول العربية المحيطة بلبنان وأيضا الدول العربية بشكل عام. هذه مطالب واضحة جدا، والحكومة الكويتية تطالب أو يعني طرحت هذه المبادرة فقط لكي تعود لبنان، كما قال وزير الخارجية الكويتي، تعود لبنان الحضارة، لبنان الثقافة، لبنان الانفتاح على الجميع، وليست لبنان كمصدر للعدوان سواء كان لفظي أو فعلي على الدول العربية. إذن الكل ينتظر ما سيحمله وزير الخارجية اللبناني إلى هذا الاجتماع، وهناك حديث بأن وزير الخارجية ربما يعني يحمل أمور عامة وليست بالتحديد إجابات محددة على هذه المطالب، وهذا ربما لن يفيد لبنان بشكل كبير. هناك مطالب محددة وهناك أيضا انتظار بأجوبة وإجابات واضحة ومحددة على هذه المطالب. مباشرة من العاصمة الكويت مراسلنا سعد العنزي، سنتابع معك كل التفاصيل في هذه التغطية لرد لبنان على المبادرة الكويتية.